السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة كبيرة يا دكتور ديالنا. أهلا سي علاء الدين، حياك الله مولاي. الله يحفظك، الله يطول عمرك. بارك الله فيك مولاي. شكرا شكرا للكلام ديالك لهذه السيده ولهذا، ما نقولوش مواساه ولكن غنقولوا كلام طيب، لان الناس اللي ما كتعرفش الخير وما كتامنش بالعطاء ماشي بالضروره يكون مادي. وشكرا وتحيه كبيره لها، تحيه كبيره لهذا النضال اللي قالت، لانها راه استاذه، راه التعليم، راه الاطفال، راه شي حوايج كبيره كبيره. شكرا لك يا دكتور انك قلت هذا الكلام الطيب في حقها. بارك الله فيك سي علاء الدين. بارك الله فيك أستاذي، بارك الله فيك. يا مرحبا. أنا هضرت على 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 النساء وعلى المرأة في الإسلام. نعم. وأنا قبل ما نكون فنان وممثل مسرحي في نعم السعيدة. أنا كنقول السي علاء الدين نادي، هذا هو ذاك الممثل المسرحي المشهور. بارك الله فيك، حياك الله. بعد تحية الكبار وإيش، كنشكرك أنك توضعتي وتكلمتي معنا في هذا. لا بالعكس احنا راه الإشارة، لأنه هذه المواضيع كتهمنا احنا كمواطن قبل ما نكونوا كفنانة. وأنا كنت صنط وحق الله مشيت وشداتني واحد تبوريشة ما نحش بها، لأنني أنا دابا اللي كان أهضر معك، أنا الزوجة ديالي الله ضاعت لي المرحومة فاطمة الله يرحمها. إن لله وإن إليه راجعون. ثم كيفاش كتهضروا وكيفاش تتكلموا، انا حسيت انني كان بدوري خصني انا نتكلم ونقول واحد كلمه حق في امهاتنا، في زوجاتنا، في خواتاتنا، لان النعمه ونعمه، وهذه الزوجه اللي ضاعت راه ونعمه الزوجه. وانا اشهد المستمعين واشهد العالم قدام الله سبحانه وتعالى، مسامحه دنيا واخره، لانه ونعمه الزوجه. تنقول لك بهذه الكلمه، يعني تنقولوا عرفتي احنا في دارجتنا المغربيه تنقولوا امراه بألف راجل. أيه. امراه بألف راجل والله. الله عارف. اكبر الله يعني اكبر، يعني اللي كتساعدك في حياتك، كتوقف معاك، السند ديالك. وعرفتي احنا المهنه ديالنا ديال التمثيل راك تتعرف هي متعبه وفيها جولات وديما نغرب، وكتمشي بالليل وهي كتسناك وما تاكلش كتجي نتايا، وشي حوايج لا اله الا الله. السيده ومسكينه في الاواخر ديالها عانات من المرض الخبيث، كيف كتعرف اللي كيعانيوا منه بزاف الناس. وكنتمنى لا اله الا الله، لا الحكومه لا الناس اللي مسؤولين عن الصحه يراعيوا، لان كانت واحد العام دوزناه ديال التكرفيس لا في السبيطارات لا في شي حاجه، وما كنشوفهاش حيت هي مرتي وماتت بعد ذاك المرض. كنشوف الاف ديال النساء والاف ديال الرجال اللي كيعانيوا مع هذا المرض الخبيث، هو ابتلاء من عند الله. لا اله الا الله، ما نقولوا حتى شي حاجه إيه. وقدر ديال هذوك الناس، ولكن راه كاينه واحد المعاناه كبيره كبيره كبيره. وبهذه المناسبه انا كنترحم عليها، كنترحم عليها بزاف بزاف، لان كما استاذ ديالي كاينه نعم. واحد الايه في القران، يا نعم. ايتها النفس المطمئنه نعم. انا شفتها في الزوجه ديالي. الله لا سمحتي لي وبغيت نقول هذا الشيء. ما عرفتش واش نورمال محيط هي مسكينه ماتت الله يرحمها، ما خصنيش نذكر هذا الشيء ديالها. لا بالعكس، اذكروا امواتكم بالخير. هي اذكروا امواتكم قاسموا مع الناس، لانه والله العظيم هذيك يومين الاخره ديالها كانت تطلب واحد الطلب. اليومين الاخره ديالها الطلب الاول شنو هو؟ تقول يا ربي يا ربي لك تتبغيني اديني عندك. الله الله الله، وانا حداها حيت تنعس انا وياها حداها ومسكينه مألمه، وعرفتي الحريق، عرفتي الاحتيار. انا دابا الحمد لله راه تنكتب واحد السيناريو ديال فيلم قصير، العنوان غيكون العنوان ديالو ان شاء الله الاحتراق، لان ذوك المعاناه ديال الشيميو وذوك الالم اللي كيحسوا به ذوك الناس راه لا اله الا الله. انا راه كنهضر معاك والله العظيم استاذي الى مبورش. قالت هذه الكلمه وثارتني انا، وحتى نقول الاعمار راه بيدي الله، راه ملي تيقول لك الانسان ملي تيكون مؤمن وكيطلب شي طلب، هذه راه ثاني ملي غنبداو ندخلوا مع الملحدين ومع الناس، ربي راه كيستاجب. قالت هذه الكلمه، قالت يا ربي الا كنتي تتبغيني وديني عندك. الله الله الله. انا بديت نقول لها وسميتها، شوف للذكر هضرت على فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والسيده فاطمه وهي سميتها فاطمه. الله الله الله، اسم فاطمه اسم عظيم. لا اله الا الله، اخويا كريبان
قالت الا كنتي تتبغيني وديني عندك. وانا نقول لها قولي عبد الله الرجيم وانت راه مؤمنه حيت انا مرتي مريضه وهذا رمضان الاخر كانت حيت كانت مع كورونا وكنا حيت حنا التزمنا وداكشي وكنصليو التراويح وكتنوض تصلي حدايا وعرفتي السرطان والالم اللي كيحسوا به وداكشي والحمد لله كتصلي. قلت لها لا قولي عبد الله الرجيم وانت مؤمنه والاعمار بيد الله والي. قالت لي انا اللي حاسه انا دير انا اللي حاسه وسكت. هذا اليومين الاخر النهار قبل الموت بركات عاود ثاني مع داك الفجر وهي تقول عاود شد الدعاء زادت عليه كلمه واحده قالت يا ربي حيت هي قالت لي يا ربي لا تبغيني تديني عندك راني تمحنت. الله اكبر. النهار الثاني اش قالت النهار اللي الليله اللي غتموت فيه قالت يا ربي راني الا كنتي تبغيني تديني عندك راني تمحنت ومحنت عائلتي. لا حول ولا قوه الا بالله. تصور عندها هذا الاحساس هي دابا مريضه وعندها مرض وكتحس بالناس اللي دايرين بها وقعت واحد الطريفة بساعة باش غادي تموت. امها مسكينة 80 عام وكتنوض الفجر تنوض تتوضى تصلي. اش قلت لك راه باقي الخير ما نقدروش نقول راه كلشي خير. كاينين الناس زوينين كاين الاصل كاين بزاف د الحوايج استاذي. لا تزال في امتي لا اله الا الله خير الى يوم القيامة. الله محمد رسول الله. احنا حيت الاخر ما حيت ما قادراش تنعس هي الاحتراق راه الالام وانا بارك حداها وكندير لها الماء في رجليها وداك الشيء وامها ناضت طلعت مسكينه ديك الحرقه ديال الام 80 عام وجات عندها قالت لها بنيتي كيفاش والله العظيم استاذي لا توقدات وفات. قالت لها بخير امي بخير الحمد لله صافي يدي لي بيدها زعما قول لها تمشي حيت ما بغات شوف البنت ما بغاتش تشوف امها 80 عام راه تتعذب البنت راه كتعذب. ومشات امها مسكينه دخلت توضى وهي تقول لي ها انت بركني بركني حيت كانت باركه. قالت لي دير لي رجلي على جبتك يا ايتها النفس المطمئنه. انا شفت هذه الحالات شفتها وبغيت نشاركها مع تشعر بالطمانينه مع المغاربه والسكينه والله العظيم. قالت لي سرح لي رجلي سرحتي تقول لي وانا مرتي ما كانش ما تتشربش الماء بارد من الثلاجه ما كتشربوش كنجيبوا لها قرعه ديالها وداك الشيء تقول لي انا دير عرفتي اش بغيت. قلت لها شنو؟ قالت لي بغيت شي ماء بارده مع شي 6 ونص ديال 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 الصباح. مشيت تنجري للثلاجه جبت حقه عادرت لها فما بحقه يتشربها ويتقول الله على امها شحال زينه شوف على كلمات لا اله الا الله. عرفتي انا تنقول لها واخا الحمد لله يلا ويتقول لي وسرح لي رجلي سرحت لي رجلي بحال هكايا ويتقول انا دير لها جوج مساند على ظهرها ويتقول لي لا ما بغيتش نبقى متكي بحال بغيت نعاس بغيت نتكى نرتاح. وانا حيدت لها دوك حيدت لها دوك المساند ويتكى اختها حدايا كتقرا القران واحد اختها اخرى مشيت تندق علاش نقول لك عاوتاني راه كاينين الناس الاخوات اللي انا كنشكرهم من هذا المنبر كنشكر العائله ديالها وكنشكر خوته وكنشكر الناس اللي واسات لان ملي كتلقى معاك ناس بجنبك وكنشهدوا ليها ويدير ديك التنخيصه ديال جوج مرات مولا من الدعم ان لله وان اليه راجعون. لا اله الا الله ملي كنشوف هذا الشيء كنفرح تنقول الحمد لله. لا هم السابقون ونحن اللاحقون ولكن الحمد لله ملي كتشوف بحال هذا الموت. ولكن علاش راه كانت واحد السيده من اطيب خلق الله رانا انا زواجي ديالها 10 سنين وما رزقناش الله بالولاد الله والحمد لله. ولكن راه 10 سنين ما عمرها غضبات هذه السيده اخويا. لا اله الا الله. 10 سنين عمرنا تغيرنا يعني دابا فين غنقول لك شي يعني الاصل راه كاين وبنات الاصل راه كاينين وبغيت شي دعوه من عندك استاذ انا دعوات يا خويا سي ندير بنات الشعور ديالك الان بعد ما فقدتي الزوجه ديالك كيفاش كتبان لك الحياه كيفاش كيبان لك الوجود كيفاش كيبان لك المجتمع بعد ان فقدت نصفك الاخر. اش غنقول لك استاذي انا الحمد لله مؤمن بالله سبحانه وتعالى وامنت بان هذا قضاء وقدر وهذه الله سبحانه وتعالى بغاها في هذا الوقت وفي هذه اللحظه. والحمد لله اول تحليله درنا ديال المرض الخبيث 9/6/2020 توفات مسكينه 22/6/2021 يعني عام لا اله الا الله عام ديال المعاناه. لا اله الا الله. الحمد لله كنشوف الحياه زوينه غادي تنامن انا بالحياه زوينه ولكن يكذب عليك كذاب راه ملي كيمشي منك واحد الطرف صعيب 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 باش تعوضوا كيف ما كان. انا حيت ماشي نقول لك حيت مرتي كانت زوينه الله يرحم ليها الوالدين واخا تكون خايبه واخا تكون دوك الناس اللي تيكون حيت حنا بشر فينا الزوين وفينا الخايب طبعا طبعا. ولكن راه واحد الشخص ما كان معاك خوك باك امك راه مرتك راجلك واخا فيه شي حاجه خايبه نهار كتفقده وكتحتاجه لا اله الا الله. سي ندير اخويا بغيتك واحد الرساله كاين دابا الان كيسمعوا فينا رجال ونساء في صراع وفي خصام وفي عناد وربما في نعمة هم في نعمة شاملة ولا يرون النعمة كيبان لهم غير داك العناد. انت فقدتي الزوجة ديالك وعرفتي الفراغ اللي خلاته في الحياة ديالك اش ممكن تقول لهاد الازواج اللي ديما في نزاع وما حاملينش الله على هاد النعمة اللي عطاهم وكاين ناس اخرين اللي رحلوا عن عالمنا.
والله اخي والله اخي شتي ملي كنبعدوا على الدين ديالنا والله اخي لا شي حوايج بساط 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 وبساط وكان التفاهات وكنت خاصمو عليها شي بنادم عوض يقول ينوض صداع يقول عدنا في الراجيم واش شي لغه الصمت زوينه لغه الصمت لغه الصمت زوينه نعم. شي ملي كيكون نقاش راه كتكون بعض الخطره حاجه تافهه وانت كتهضر وانا كنهضر ما كنلقاوش الحل كتكبر وكيعود العناد وكيعود العداوه والله العظيم وهاد الاشياء هاد الاشياء انا كنشكر عليها الزوجه ديالي الله يرحمها علاش حيت حنا واخا ما عمرنا تخاصمنا وداك الشيء ولكن ضروري غادي يكون تيكون واحد النقاش معين داك الشيء كانت تمتاز بواحد انا بهاد الذكرى هاد الذكرى انا غنقولها لك انا هذه دابا راه هي مسكينه مشات لدار الحق وانا غنقول هاد الشيء انا كان عندي تصوير كنت في شوك السدره مع شي مع المخرج الجميل اللي مشى غادر الديار شفيق التحيمي شوك السدره تنصوروا في واحد المنطقه في مي بلادن في نواحي ميدلت وحنا يلاه في 2000 حيت انا تزوج 2011 و2000 الاخر ديالو مشينا يعني يلا 3 شهور ديال الزواج نعم يلا 3 شهور ديال الزواج شوف قلت لك ونعمة الزوجه وكنصور السيمانه الاولى اللي انا في ميدلت هي عندها اختها في حد السوالم وعندها امها في حد السوالم وحنايا هنا في مبروكه وعندها جوج وليدات اختها حيت مرتبطه بهم واحد الدرجه كبيره الوقت اللي انا مشيت تماك السيمانه الاولى كنصور هي عيطت لي مسكينه الخميس قالت لي انت نادير انا راه غادي نمشي عند باغي نمشي نشوف اختي ونشوف الوالده والدراري توحشهم انا غير داك الشيطان ديالي ولد الحرام قال لي ويا راه عادي قلت لها لا شنو تمشي لا انا ما كاينش ما تمشيش هذاك الشيطان هذاك الشيطان ولد الحرام هو اللي خلق المشاكل بين الازواج والزوجات دابا شنو بغيت نقول لك دابا نورمالمون عادي نقول لها تمشي ماشي عادي انا مسافر خدام كنصور ولكن او ميم تو داك الشيطان اش قال لي بغيت بحال اللي بغى نجرب نشوف هاد السيده انا 3 شهور ديال الزواج اييه واش فهمتيني اييه انا كنصور عادي داز انا ما هضرتش معاها داز الخميس داز داك السبت وعيطت عادي قلت لها الو انا قلت صافي غتكون دارت ديك اللعبه هذا راه ما كاينش انا نمشي وكاين ما عيطتش البورطابل عيطت التليفون ديال الدار وهي تجاوبني انا قلت راه غتكون كاينه قلت لها انت ما مشيتيش او قالت لي انت قلت لي ما تمشيش وغنمشي لا اله الا الله الا بحال اللي شديتي شي سطل ديال الماء كبيتيه عليا لا اله الا الله قلت شوف ما دماغي قلت هاد السيده راه خصني نشد معها انا خصني نشد معها الطريق هذه امراه صالحه اذا امرتها اطاعتك يعني هاد الازواج انا تنقول لهم ولاد الاخوان اي واحد مخاصم معاه راه ما كاينش يكذب عليك كذاب راه ما كاينش شي حاجه في هاد الدنيا اللي تستاهل ان نتخاصموا مع شي واحد ولا نفقدوا شي صديق ولا نفقدوا شي حبيب ولا نفقدوا شي اخ لا الدنيا زوينه ديالنا ومغرب حبيبنا زوين نكونوا زوينين مع بعضياتنا والله في الدنيا غتمشي زوينه يا ربي يا كريم يا ربي يا ربي امين يا ربي كنشكرك سي نادير بارك الله فيك الحمد لله اخر اعمالك دابا الان كتسعى ليها ربما هاد الواقع اللي وقع لك حزين غادي يكون حافز لك للابداع وللعطاء اشنو هو اخر اعمال كتفكر فيه الان ان شاء الله بارك الله فيك سيدي والله العظيم الا كنتمنى دابا الحمد لله كاين واحد النجاح من نجاح ويلا ساليت انا دابا من ثلاثه ديال لي تورناج وحق الله وقلت تمنيتك وكانت معايا الزوجه وتشوف هاد الشيء حيت هي كانت مآمنه بيا وكان عندي واحد العمل مطرحي كنت نوجد فيه وهي متشوقه ليه وكنناقشوا ديما ولي ديطاي لان قبل ما تكون زوجه فنانه وكتحس بك لان انت الزوج ديالها الحمد لله دابا يلا ساليت من العمل المتميز الكبير ديال استاذ عهد بن سودان اللي هو السك وغنيمه مع المبدع ديالنا الكبير والفكاهي اللي كيعجب المغاربه كاملين سي عبد الله فركوس والمنتج عبد السلام المفتاحي اللي كان تصور بالنواحي ديال خنيفره واللي الجميل فيه هو ان رجعنا للتراث المغربي القديم وديال الحكاوات جدودنا اللي ان عارف المغاربه كيعجبهم هذا النوع ديال الفانتازيا يلا سالينا منه ومن هذا كان عندي دابا دور متميز كبير مع شركة ديسكونيكتد اللي كل شيء كيعرفها في الأعمال ديالها الناجحة اللي من عنبر وياقوت وبنات العساس حاليا يلا سالينا التورناج ديال الزطات اللي غيكون بالمشاركة ديال الكبيرة ديال الفنان ديالنا سي محمد الخياري في واحد دور متميز ومن منساش إبراهيم خاي منساش فاطمة حركات منساش مجموعة ديال الممثلين الكبار في هذا العمل هذا وكان عندي دور جميل جدا كنتمنى المغاربة يكتشفوه لأنه أعمال
التراثية. وما ننساش ما ننساش المبدع الكبير سي علي إبراهيم بوبكدي صاحب حديد دان ورمانة وبرطال ودوك التراث اللي المغاربة كيبغيوه. بغينا ولا كرهنا دكتور المغاربة عزيز عليهم اللي كيريحوا في التلفازة المغربية، لأن الإبداع الوطني المغربي كفانا أننا نمشوا الأعمال اللي ما كتمتش لينا إحنا كاع بصيلة، لأن المغاربة كيبغوا المنتوج الوطني ديالهم. وكنتمنى المغاربة يعيشوا معنا. المسلسل اللي إن شاء الله راه على القناة الثانية قريبا اللي غادي يكون، اللي هو سوق دلالة ديال السيناريست والإعلامي الكبير سي أحمد بوعروة، والمخرجة جميلة البرجي، واللي تعرف عودة جيل ديال الرواد سي عبد اللطيف هلال والأستاذة الكبيرة، واللي كان لي شرف أنني كان عندي مشاركة كثيرة مع ناعمة المشرقي. وواحد الإشارة باش نقول لك شي للرواد والناس اللي كيخدموا الدومين اللي احنا استفدنا منهم واللي احنا كنا كنتفرجوا فيهم في التلفازة. عندي المشهد، واحد المشهد جميل مع ناعمة المشارقي، وخصني كما تنقول راك عارفه استاذي هي الكبار وكبرات تبارك الله وداك الشيء، ولكن انا خصني نهزرها وخصني نجرها وما قدرتش، والله ما قدرت. وقلتها لها بيني وبينها قبل ما نبداو نصوروا، قلت لها استاذه ديالي واش ممكن؟ قالت لي شوف ولدي هذا التمثيل العب وحق الله العظيم. لا اله الا الله. وملي لعبنا ذاك المشهد والله العظيم الى بكاسه استاذ. وتنتمنى يعجب المغاربه اللي هو سوق دلاله اللي كيهضر على التاريخ ديال عرسي سوق دلاله اللي تصور في الحبوس. يعني اعمال جميله. تنتمنى المغاربه يشجعونا ولان راك عارفني يا استاذي بغينا احنا المنافسات، وبغينا احنا في المشارقه، بغينا احنا ما نبقاوش احنا مستلبين بالمصريين وبالتركيين وب نعم سي علاء الدين إياه الله يوفقكم سعادتي. كنشكرك الشكر الجزيل. أنا اللي كنشكرك أستاذي، وتنتمنى واحد الطلب لأنني أنا من نعم. المعجبين ديالك أستاذي. بارك الله فيك. دعوة للزوجة ديالي واللي تبقى ليها ويسمعوها كاع الناس ويترحموا لي عليها في هذا النهار، لأن هي تنتظر منا أي أمواتنا جميعا كينتظروا منا الدعوات. واخا بإذن الله سيدنا دير بإذن الله. شكرا لك الله. شكرا لك حفظك الله ورعاك الممثل والمسرحي والسيناريست الشاب الوسيم على الدين نادر. كلامك كان بلسم، حكيت لنا وأكدت لنا بأن هناك أزواج صالحين، ما زال هناك أزواج مخلصين، ما زال هناك أزواج اللي كيعرفوا بقيمة المرأة وكيذكروا المحاسن ديالها وكيذكروا كل الصفات الإيجابية ديالها. احنا كنعزيوك أولا سي نادر علاء الدين، عظم الله أجرك، عظم الله أجرك ورحم الله تعالى فقيدتك. راه ملي قالت لك أنها كتقول يا ربي إلا كنتي كتبغيني الدنيا عندك، هو الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد المؤمن كيقول لي تعال عندي، تعال عندنا لترتاح. ربنا عز وجل يطلع على مصير الإنسان فيرى بأنه سيتعب ويتعب من حوله وما في نتيجة، فربنا عز وجل يقول تعال إلينا لترتاح. لقد ثبت حسن سيرتك وسوف تأخذ أجرك وثوابك. وفعلا ينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، وهنالك يجد العطاء ويجد الكرم. هي الآن زوجتك سي نادر المرحومة لالة فاطمة هي الآن في عالم البرزخ مع الأموات، هم أحياء عند ربهم يرزقون في عالم البرزخ، هو غير القبر. عالم البرزخ هو عالم كبير، قاعة انتظار فيه حياة من نوع أخرى، كأنه روضة من رياض الجنة، هكذا عالم البرزخ. ولعلها سمعت هذا الكلام منك وسمعت هذه الشهادة النورانية منك، وأكيد أن تنتظر من المستمعين دعوة رحمة، وتعلم وتدري وتسمع وترى كل ما قيل، لأن الأموات يعلمون كل شيء. الأموات يعلمون ولا يعملون، والأحياء يعملون ولا يعلمون. وربنا عز وجل قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هي الآن ترى وتسمع كل هذا الكلام وتفتخر بك، كيف أنت كتفتخر بها في عالم الأحياء؟ الناس أكيد تأثروا بالكلام ديالك. هي أيضا الأموات اللي في عالم البرزخ يفتخرون بها، يقولوا سمعنا زوجك يثني عليك هذا الثناء الحسن، طوبى لك، بشرى لك. وحتى هي الآن فرحانة في ذاك العالم، لأن عندنا عالمين، عالم الشهادة وعالم الغيب، وربنا أخبرنا بهذا الغيب ما فيه من نعيم
ينتظر عباد الله المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يتغمد هذه الفقيدة المباركة لالة فاطمة. اللهم تغمد في واسع رحمتك، اللهم أنزل عليها شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل قبرها مزارا للملائكة، واجعل قبرها روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقيها شربة ماء من حوض النبي لا تضمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب بدلها دارا خيرا من دارها، وبدلها أهلا خيرا من أهلها، وبدلها اللهم جيرانا خيرا من جيرانها. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلها من القبور إلى القصور، اطوي لها الزمان واطوي لها المكان، واجعلها تنتقل من القبور إلى القصور، واجعلها تمر على الصراط مرور البرق الخاطف، واجعلها ممن تتلقاها الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب آمنين. اللهم يا رب العالمين أسكنها فسيح الجنات، أسكنها الفردوس الأعلى، أسكنها القصور تجري من تحتها الأنهار، وبوئها مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا رحمن يا رحيم لالة فاطمة، اللهم بفضلك وجودك وكرمك اجعلها مع نساء النبي المصطفى، اجعلها مع أمنا خديجة بنت خويلد، ومع أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومع أمنا حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، واجعلها مع السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزق أهلها الصبر والسلوان. اللهم ارزق أهلها الصبر والسلوان. اللهم وتولى أخانا زوجها سنادر علاء الدين بالرحمة والمغفرة والرضوان، وعوضه يا رب خيرا، عوضه خيرا قريبا، إنك سميع مجيب. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.